أحسن الله إليك. يقول السائل: هل رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة سنة؟ نعم، من آداب التكبير رفع اليدين، من آداب التكبير في الصلاة رفع اليدين، إلا ما دل الدليل على أن الرسول كبر ولم يرفع يديه، وهو عمل المسلمين. رفع اليدين في صلاة الجنازة هو عمل المسلمين من عهد الصحابة رضي الله عنهم. نعم.